من خلال مواقع التواصل اللي يجيني تقرير يوميا شنو يوصلني عليها، جتني أسئلة كثيرة. واحدة من الأسئلة اللي جاءتني قالوا لي الإنزامية الثالثة العقائدية ما جبت مثال عليها، ما فهمناها، ايش تقصد بالإنزامية العقائدية؟ شو بس ذكرت عنوانها وعفتها، ايش تقصد بالإنزامية العقائدية؟ أجيب لك مثال وسؤال في محله وكل شيء صحيح. أجيب مثال، الآن أكو بعض الناس يقولون خلنا نتنازل عن أشهد أن عليا ولي الله في الأذان، ما نقول علي أشهد أن ولي الله يا بليش ما نقولها؟ يقولون حتى مثلا نقرب بين وجهات شنو النظر بيننا وبين غيرنا على سبيل المثال. هاي انهزامية عقائدية لو مو انهزامية عقائدية؟ هاي انهزامية عقائدية. وعلى شنو أنا نتنازل عن أشهد أن ولي الله؟ ليش نازل شنو؟ يعني هذه عقائدي وهاي متبنياتي، وهذا ما يمنع من التعايش السلمي والاشتراك في وطن واحد أو اشتراك في بيئة واحدة، هذا ما يمنع. أنت تتبنى معتقداتك وأني أتبنى شنو؟ معتقداتي، والسلام، ونعيش بسلم وسلام، وكل من يحافظ على ما عنده وعلى عقيدته إلى آخره. هذا كلام مهم، هذا أعبر عنه انهزامية شنو؟ عقائدية. أتنازل عن هذا الأمر لأن ما يعجب فلان، وهذاك أتنازل عنه ما يعجب علان، وهذا أتنازل وش بقى؟ إذا فتحنا هذا الباب إيش راح يبقى؟ بعدين القرآن الكريم قال لنا لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع شنو؟ أنت حتى إذا تنازلت عن وحدة عن اثنين عن عشرة يرضون عنك لو ما يرضون؟ ما يرضون إلا تعوف عندك كله وتصير من أتباعهم، وحتى إذا صرت من أتباعهم يقول لك أنت أصلك كان منك، فأنت ابن أمم وابن حرة. هذا الواقع بعد. زين أنا على شنو أتنازل؟ لا أتنازل ولا هم يحزنون. مثلاً مو فقط التنازل عن الشهادة الثالثة أشهد أن عليا، التنازل عن شهادة الزهراء. يا بليش تنازل عن شهادة الزهراء؟ يقول هذا سبب حساسيات. شنو يعني سبب حساسيات؟ أخو هذا واقع تاريخي موجود، الزهراء صار هجوم مثلاً على بيتها وحدث ما حدث. أن يتنازل عنا لمصلحة من مثلاً؟ وأفرض تنازلت يعني، راح نكتفي بذلك لو نمشي بهذا الطريق؟ راح نمشي بعدين نتنازل عن الأول والآخر. هذا مثال للانهزامية شنو؟ ها؟ العقائدية.